أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية تقدير مملكة البحرين للثقة البرلمانية الدولية لاستضافة أعمال الجمعية 46 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها. وأكد معالي خلال مشاركته في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في مركز البحرين العالمي للمعارض على الجاهزية التامة والاستعدادات المتكاملة لعقد أعمال الجمعية، والتي بلغت المستوى المنشود بفضل الرعاية والاهتمام من لدن جلالة الملك المعظم حافظه الله ورعاه، انطلاقا من إيمان جلالته بأهمية دور الاتحاد البرلماني الدولي إلى جانب الدعم الذي يوليه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتوفير كافة سبل نجاح هذه الجمعية. وأشار معاليه إلى حرص مملكة البحرين على تسخير كافة الإمكانيات وتوظيف الجهود والطاقات والتواصل المكثف مع شؤون البرلمانات والأعضاء والعلاقات الخارجية في الاتحاد البرلماني الدولي لضمان إيجاد الاستعدادات النوعية من جميع النواحي. وأعرب معاليه عن ترحيب مملكة البحرين وطن التسامح وأرض التعايش بكافة المشاركين في أعمال الجمعية، متطلعا إلى أن يسهم هذا التجمع في الانفتاح على آفاق أرحب من العمل البرلماني الدولي المشترك. ومن جانبه أعرب معالي السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عن بالغ التقدير والامتنان لمملكة البحرين على حسن التنظيم والإعداد والاستضافة وتوفير كافة الإمكانيات المتميزة والتي تعكس التقدم والتطور الذي تشهده مملكة البحرين وما تتميز به من إنجازات حضارية ومسيرة تنموية شاملة.